السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ازيكم في كونكوير سيرفر كونكوير تهيس؟ النهاردة جايب لكم سيرفر جديد. هو بص، هو قديم شوية بس بيتحدث مع كل الوقت. اهم حاجة برضو ايه؟ الاشتراك وفعل الجرس واللايكات. بقى 50,000 لايك يا جماعة، بقى مستنيكم. بقى عايز اعدي، بقى عايزين نعلي القناة شوية عشان نعرف ننزل جديد. وان شاء الله هنزل لكم سيرفر، اللي انت تعمل سيرفر بقى ده الجديد ان شاء الله قدام. انا هوريكم ده سيرفر النهارده اسمه البوشي. ده سيرفر جميل جدا، بتخش على رقم 2 او 1، بس خليك في 2. هخش على 2 كده، هسيبلكوا في الوصف كل حاجة وازاي تعمل الاكونت وازاي تحمله. اول حاجة ده الموقع اهو. طبعا ايه، تروح داخل على كلمة داونلود على طول اهو، في عربي وانجليزي اهو. لو انت عايز تنزل بعربي، تخلي النسخة عربي عندك في الجهاز نفسه، ده ارقم حاجة، اللي هو بعربي عشان العربي ده اصلا غلس، انا ما بحبوش. الانجليزي بيبقى واضح واللعبة اصلا بتبقى سلسة. بص بقى، السيرفر ده منزل لكم كل جديد، يعني كل جديد في كل حاجة. منزل لكم بقى ازاي حتى تنزل، حتى لو في اي مشاكل على الجهاز. هنا النت فروم ورك اهو، وتحت ده الفلاش بلاير 6، ده اللي بيشغل اللعبة برضو. وده لو اي مشاكل في الجهاز هيعملها لك، تدوس عليها طبعا وعامل لك تحميل والكلام ده، ماشي. ده البادج اهو، لو عايز تخش عليه بتروح داس عليه دوسه كده اهو، مثلا يدخلك على ايه، ميديا فاير على طول، يعني هو بيحمل على طول طبعا ايه اهو. بص، تحميل على طول اهو، نزله بقى في الحته اللي عجبك في اللعبه. ده البادج لو انت عندك لعبه وعايز تنزلها عليه، لو ما عندكش اللعبه تنزل الايه، الكلاينت نفسه اللي هو اللعبه نفسها. هي 2 جيجا، لو نتك سريع هينزل في بالظبط في نص ساعة، لو نتك تقيل برضو هينزل معاك في ساعة، ساعة ونص. طبعا مفيش نت اليومين دول في مصر، بطيء كله سريع طبعا. ايه، انا هعمل معاك اكونت اهو. بص، تطلع فوق برضو ويرسير اهو، زي ما انتوا شايفين اهو. تروح دايس دوسة هنا كده اهو، ونازل هنا كاتب اسمك اهو، اي اسم مثلا، ماشي. ونكتب باسورد، شايفين اهو. انا بعمل اكونت من اول وجديد عشان الناس تقول لك ما بسجلش اهو. اختار هنا اي واول واحده، واكتب اسمك حتى ستير اهو، عمل معاك اهو زي ما انتم شايفين اهو. خلاص اتعمل اهو. طبعا بقى نطلع من الموقع ده، هسيب لكم الموقع في الوصف هو والاكونت، ازاي تعمل الايميل وازاي تحمله. تروح داخل هنا كده اهو. طبعا انا عندي على الكمبيوتر، انا نخش على اللعبه علامة اللعبة اهي، بس كده طبعا هنحمل اللعبة، ولو في أي بادجات هي بتحمل. طبعا انت لو جهازك عالي تروح داس، بص أول ما تدوس ريستارت جيم أهو، بص بيظهر لك دوس 9، دوس 8 اللي يعجبك، ودوس رقم 2 دي، دوس رقم 1، رقم 2. تنسوش بقى اللايكات يا جماعة، لايك للقناة واشتراكات بقى. اهم حاجه تشتركوا يا جماعه وتوصلوا البتاع ده 50,000 لايك. وكل اللي عجبه المحتوى يكلمني، يقول لي على كومنت ويقول لي ايه المشاكل اللي هو شافها في الكمبيوتر بتاعته، وانا هقول له عليها ان شاء الله واتواصل معاه على طول. ان شاء الله هعمل صفحتي على الفيس وهحط لكم بردك في الوصف ان شاء الله في الفيديو الجديد. انا بس عطلان بقى لي كتير ما منزلش فيديوهات، كان في مشاكل في الجهاز عندي وصلحتها باذن الحمد لله، مشغل على اللاب. ده الصفحه اهي بتاعت اللعبة اهي. روح داس هنا كاتب زي ما احنا كتبنا، دي 3 او ده الايميل الجديد. انا بعمل ايميل جديد معاكم ليه؟ عشان ما تقولوش انت، لا ده انت بتلعب ومش عارف. في ناس كلمتني قالت لي في مشاكل عندي واللعبة ما بتخشش والكلام ده. انا اهو زي ما انتم شايفين اهو، بس اللعبة بتحمل، اللعبة حملت. ده نينجا اللي عجبكم اللي انت عايز تعمله. مثلا انا هعمل مثلا نينجا، بس انا بعمل ارشر على طول اللي عشان بيجمع على طول. هنخليه مثلا هيشو اهو، اي اسم نينجا، ماشي اهو.
لعبة فتحت على طول اهي. اقفل بقى صوت اللعبة، اهم حاجة صوت اللعبة ده اقفله عشان مزعج. ادي اللعبة اهو، ده النينجا، دي الروم اللي انت بتنزل ايه فيها. رقم واحد يا جماعة، ده سيرفر واحد، ده سيرفر واحد ده زحمة قوي. هو بقولك في سيرفر اتنين وتلاتة، انا هخش تلاتة خفيف عشان اقدر اوريكم اللعبة كلها. انا طبعا انا نينجا اهو، نينجا الباكة ده بتختار مرة واحدة الصفة، مرة واحدة، وبعدين انت بتعمل الصفة. الصفة سهلة يعني، ممكن تعملها في ثانية. تروح نقطة تنطط هنا كده اهو، مثلا ده اللي اهو، ده الجناح والحاجة كلها ايه. بص يعني سيرفر روعة اهو، لبست كل الاصطفة اهي. طبعا في الكاتانا، اللي بيلعب بكاتانا هو مديك كل حاجة. بص بقى يا جماعة المفاجأة، هو مفاتح كل حاجة هنا، بصوا فاتح كله، فاتح كل حاجة، كل الأجنحة، الأجنحة اللي أنت عارفها واللي متعرفهاش واللي أول مرة تشوفها في حياتك. طبعا مفيش إلا التلاتة اللي تحت دول، بس أنا هختار مثلا، نشوف الأزرق ده أنا أول مرة أشوفه، مش باين ليه، استنى مبانش عندي، وفاتح كل حاجة هنا. أنا هختار الكورة دي، عجبتني. بص يا جماعة هوريكم شكل الجناح، مش عارف مش باين ليه، باين اهو، بس انا هوريكم بقى جناح تاني جميل جدا انا بحبه. بصوا طبعا هنا اللي عايز يجيب 20,000 سي بي اس، ديت ايه، ديت عشان تخش على الموقع ممكن تنفض لها يعني عادي. هنا بقى اوريكم كل حاجة كده انت بتشتري. طبعا الاسلحة اللي هي تتلبس على اللبس المليون، طبعا المليون بيجي بسرعة. ده الجيرمان، ده الحصينة بس ب 20 مليون و10 مليون. وهنا برضو الجيرمان غالي ب 20 مليون. وهنا هنا بقى الإلينا، الإلينا ب 250,000، ب 250,000، وفي ب 2 مليون، وفي ب 10 مليون، وفي 128 مليون. دي القلمة كام؟ دي العشرة، القلمة 10 ب 128 مليون. والقلمة بقى 16 ال 12 ب 500 مليون. طبعا الحاجات ديت بعيدة قوي. طبعا بقى في الحاجات كلها اهو، اللي هي حاجات اللي بتلبس هنا دي. طبعا انت بتعمل سكن، ده السول بقى بمليون، 5 مليون اهو، كل السول اللي انت عاوزه. وهنا هنا الباور ده موجود اهو ب 5 مليون برضو. وده السيرفر اهو. طب انا هوريكم بس حاجة، هطلع بس نجمع اي فلوس كده. بصوا يا جماعة بصوا بقى معايا كام، اهو 25,000 اهو سي بي اس في ثانية. طبعا عشان انا مش ارشر، طبعا ارشر بسرعة بالسكاتر اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده جمعت 65 اهو. مثلا ممكن اعمل هنا تسعات كده خفيفة اهي، معلش تسعات اهي، خلاص اهو. بصوا يا جماعة اخش بقى اترقى، اوريكم مكان الترقية. هنا بقى السيرفر ده جديد على قديم، يعني هو عامل التاون سيتي قديمة مع الجرافيك الجديد اللي هو اخر تحديث فيرجن. بصوا زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انا نينجا، بس انا اشوف النينجا فين بقى. ديت احنا عاملينها كله، ده الدانس النينجا، ده الكل. بصوا تروجين، ده هنا بس كده وكده اهو. وتاني سكيل بيجيب لك كل السكيلات كلها انت تستخدمها من غير ما اعمل اي حاجه خالص. بصوا بقى يا جماعه، بص هنا ظهرت لك علامه اي فوق اهي عند الليفل والكل اهو. ده هنا كده ومطلعها سنه صغيره كده اهو، وده سنه
تفضل دوس هنا ايه لغاية اما ترقى اخر ترقية. بصوا بيترقى كل الترقيات اللي انت بتاعته، يعني هو سيرفر ممتاز 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 في كل حاجة التعليق بتاعته. بص بفضل لغاية، طبعا انا لسه منزلتش ريبورن، ممكن انزله لكم ريبورن دلوقتي نشوفه مع بعض. استنى بس بوريكم السيرفر، ادي السيرفر قديم على جديد طبعا. بس اهم حاجة يا جماعة ما تنسوش الاشتراك واللايكات، واللي عايز يقول لي حاجة كومنت. طبعا بص يعني حتى في الشكل بتاعه بس عامل ازاي، بص هنا حتى الناس شكلها جميل جدا. اطلع تاني كده، بص على البنت دي، بص فيها كل حاجة. بيرس نحا ترى روتر، نطلع على الماركت اهو، هنوريك الماركت. الماركت بقى سهل زيه زي القديم ده. الجي ام يا جماعة اللي عايز يشحن بتكلمه وهو بينزل لك كل حاجة لو عاوزها في اللعبة. طبعا انت بعد كده هتعرف ازاي، تشوفوا قاعدين طايرين بس مش عارف ازاي. طبعا هو انت ما بتعرف في اللعبة، هو لازم دول الناس دي شحنة، الناس دي شحنة من جي ام عشان دي الكاس والكلام ده شحنة، هتلاقيه بقى ب 10 جنيه ب 15 جنيه حسب. وده بتاع الربورن اهو، الراجل ده اهو بيجيب العجينة وتنزل ربنا زي ما انتم عارفين. ولو عجبكم السيرفر يا جماعة سوش لايك واشتراك في القناة، ومستنيكم كل جديد. ده اسمه سيرفر بوشي بس عجبني يعني. الجي ام اهو بتطلع له الماركت بتلاقيه على طول، لو عايز تكلمه براحتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستنيكم في كل جديد ان شاء الله. استنوني في سيرفر جديد على قناة كونكوار تهييس. اشتراك للقناة، تفعيل الجرس، ويعني لو توصلوا ده بس نفسي ب 50 ألف لايك عشان أفضل موجود معاكم ومستمر للقناة. وياريت تشيروا كل الناس اللي عاوزينه، وأي مشكلة كلموني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.